احنا بنعيش في حياه، بنعيش في زمن، هذا الزمن غابت فيه معاني الطمانينه وغابت فيه معاني السكينه، ولجأ كثير من الناس الى الانتحار لانهم ما وجدوا طمانينه النفس، طمانينه القلب، ولا سكينه النفس. والله سبحانه وتعالى جعل الطمانينه والسكينه ثمر من ثمرات تحصيل الايمان. قال الله عز وجل: الذين امنوا، اسمعوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فجعل الله سبحانه وتعالى طمأنينة القلب متوقفة على تحصيل الإيمان، فهذه ثمرة لا يجدها أبدا إلا أهل الإيمان. يجدون طمأنينة القلب، يجدون طمأنينة القلب في حصول الإيمان. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الطريق الصحيح لتحصيل طمأنينة القلب وسكينة النفس مربوط بالإيمان، فعلى قدر وجود الإيمان تكون الطمأنينة وتكون السكينة.